انا هي المراه اللي راجلي كل ليله يدير لي الفوانيه حتى سيدي ربي فعليا. السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنىكم تكونوا بخير. جبت لكم قصه جديده فيها مشاكل جديده ولكن عبار اكثر من جديده البنات، ومواضيع اللي حصريه الحمد لله. كاينين ناس يعني استجبت لينا وقالت لك اختي امينه مادام ان القناه ديالك فهي مصدر للمعرفه فاحنا مستعدين اننا نشاركوا ولو بالقليل، وبغينا الناس يستافدوا وبغينا فقط الدعاء. فاختي امينه عافاك عرضي القصه ديالي في اقرب وقت ممكن. انا متاكده ان بزاف ديال الناس اللي متبعينك في هذه القناه غادي يشكروني، وغادي يشكروني بزاف ماشي غير شويه، والشكر لله بطبيعه الحال. انا براسي غير درت السبب وصافي، والكمال الله سبحانه وتعالى. ف هاد الانسانه هادي جات تعاود لنا القصه ديالها البنات. بزاف فيكم اللي ما غاديش تعرفوا شنو هي الفوانيه. انا براسي ما كنتش كنعرفها، ولكن هاد السيده هادي غادي تشرح لي اشنو هي الفوانيه. بطبيعه الحال غادي تكونوا نتوما كتعرفوها، وكاينين بزاف ديال الناس اللي ما غاديش يعرفوها، ولكن قال لك اللي عنده فمو ما كيتلف. فعندك فمك وعندك يديك وعندك رجليك على لا غادي تسولي وغادي تعرفي. فغادي نبداو القصه ديال اليوم على بركه الله، وبغيتكم كاملين كاملين البنات تدخلوا القنوات اسمع حكايتي الرسميه اللي هي هذه، كذلك الثانيه، وكذلك قصي عبره، وكذلك قصص امينه. ودعمونا البنات وديروا ديزابوني وعاودوا تابونوا، لان التحديثات في اليوتيوب كثيره بزاف والاشعارات ما كيوصلوكمش، فضروري ديزابونا وتعاودوا تابونوا من ثاني وجديد، وتختاروا الزر اللي فيه يعني الكل، يعني اختاروا الزر اللي مكتوب حديه حدا الكل. فيلا نبداو على بركه الله. السلام عليكم، الاسم ديالي حسنه وفي عمري 34 سنه، واليوم جيت نعاود لكم القصه ديالي ومن المجرى فيها. انا يا البنات حياتي كلها تقلبت راسا على عقب، كل ما كانش راجلي اللي كان كيدير لي واحد الحاجه كل ليله كل يعلم الله شنو وقع فيا. المهم البنات غادي نعاود لكم القصه ديالي من البدايه ديالها. انا تزادت وتربيت وسط اسره عاديه، الحمد لله ما عندناش وما خصناش. بدايه الحياه ديالنا كنا ساكنين غير في الكاريان، الحمد لله. واخا الكريان كان داك التفاهم، كانوا عندنا شي ناس وشي جيران الله يعمر ليهم الدار. كنا اللي قال اح كانوا الاخر كيشوف ماله، وفين ما طابت لينا كناكلوها. ماشي بحال دابا راكم عارفين ما يمكنش تثق في من والا، وخصوصا الناس ديال دابا صعبين، وحتى المجتمع صعيب بزاف. المهم داك الكريان اللي كنا ساكنين فيه كان محيط بواحد الزبيه اللي كانت كبيره بزاف، وداك الزبيه اعزكم الله كانت كدير لينا الحشرات، وهذا اللي ادى على انني انا نتاذى في الصحه ديالي. واحد النهار ناعسين بحال العاده، حتى كنحس داك الشيء لزغني صراحه. البلاصه اللي تعضيت فيها هي الفخد ديالي، ولكن ما عرفت شنو، بديت كنحك شويه صافي فاتني الحال. حاولت نكمل على نعاسي، واخا صراحه داك الشيء نغزني بحال نقدروا نقولوا ما غوت ما درت شي حاجه، رده الفعل كبيره، يعني رده الفعل اللي كانت عاديه. وهادشي كنهضر لكم عليه كانت في العمر ديالي تقريبا 10 سنين. المهم غير حسيت ديك العضه هادي كون نوض قافزه، بقيت كنحك في ديك البلاصه رجعت نعس. ايوا ما جاي صباح عليا الحل يا البنات، حتى كان العمر ديالي بغى يخرج. عرفتوا قداش ولا الفخذ ديالي بالنفخ، نفخت 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 نفخت، كنت غادي نطرطق. الوقيته انا اللي تعضيت كانت واقيلا 6 ديال الصباح، ولا مع 6 ديال ديك الوقيته كانت كتجي في الحال هكا باقي الحال، يعني ظلام الحال. حنا كنا خمسة بينا، نسيت نقول لكم اننا جوج ديال الدراري الذكور وثلاثة ديال البنات، وانا هي الوسطانية ديال الخوت والخواتات جايين بيناتهم. المهم فاش نوض لقيت الحريق في رجلي، وشنو اللي نوضني داك الوجع هذاك، الوجع والسخانة السخانة السخانة، صافي حسيت براسي بديت كندخل ونخرج في الهضرة. نوضت كنغوت سمعتني الام ديالي جات عندي، مالك شنو كان؟ قلت لها رجلي ما عرفتش مالها. قالت لي مال رجلي؟ قلت لها ما عرفتش مال رجلي كضرني. ايوا ملي عريت لكم على الفخذ ديالي عرفتوا الفخذ ديالي فيه جوج، مع انا تبارك الله كنت غليوضه وكنت ملحبه، غير لقات امي داك الفخذ ديالي هكاك منفخ داك الطريقه وهي تضرب على وجهي حتى بلاها عدني الحنش. صافي امي مسكينه بدات كتغوت وتضرب في راسها، نضت لداك الفراش كامل بدات كتنفض فيه، وهي تلقى واحد سيدي مولاتي عقرب في الكحل. عرفتوا يا البنات قد قد الخبزه، امي بدات كتغوت قالت لي بنت الحرام عداتك العقرب. الاب ديالي ما كانش، حنا كنا تقريبا كاملين صغارين، خويا داك الكبير داك الوقيته كانت عنده شي 15 سنه. نوضت وقالت له سير عند خالتك وفلاني عيط لها تجي. ايوا ما جا خويا يمشي عند داك خالتي ويجيبها، حتى كنت صافي انا نموت كتشدني من رجليا. صافي سخفت ليهم وبديت نتقيه، يا ديك جات خالتي لقاتني في ديك الحاله هزوني داوني للطبيب. المهم اللي داوني للطبيب لقاو الطبيب لقى عندي ديك العضه يعني شبيهه بالعضه ديال الحنش، قال لي الحنش اللي عضتها؟ قالت لي ماما لا راه عضتها العقرب. مي فاش لقات ديك العقرب شدوها داروها في واحد القرعه ديال الزاج وداتها معاها،
فاش ورات له عرفوا النوع ديال العقرب اللي عضتني، ماشي داروا لي الاسعافات الاوليه، عيطوا لواحد الطبيب واحد اخر قالوا ليه النوع ديال الحشره اللي عضتها وشنو نديروا ليها. عاد بدا كيشرح لهم، المهم واحد الحاله ما نقولكمش عليها، الناس كلهم بداو كيستلطفوا في ذاك الطبيب، وانا محيده حوايجي حاجاكم لابسه غير واحد الشوط، حيت الرجل ديالي صافي تزيرت عليا، واللي شافني في ديك الحاله كيبقى يبكي معايا، اما انا صافي المتشد يعني كنحس العرق كتنزفني العرق العرق العرق. يا ديك دخلوني داروا لي واحد السيروم ضربوا لي باري، المهم بقيت ديك نص نهار كامل في السبيطار، رجلي باقا منفوخه وباقي فيا الحرق، دوزت واحد النهار ديال العذاب. صافي الحمد لله من بعد تمكنوا انهم يحيدوا داك السم بالطريقه ديالهم، ولكن ما غاديش تخرج لي طريفه من تما وانا عيانه وماشي هي هذيك. المهم 3 ايام وانا ناسه في لوبيتال، وزيد المصاريف وراكم عارفين. الوليد ديالي بس كيفاش جا ولقى القضيه فيها الطبيب وفيها المصاريف، ماشي جا عندي يشوفني، مشى عند واحد امي كيجري سلف عليه الفلوس عاد جا، فاش جا لقاني في ديك الحاله بقى غير كيشوف. وهنا الوليد قرر انه يهزنا من ديك الكوري اللي كنا ساكنين فيه، حيت الزوبيه اللي كانت حدانا هي اللي كانت كتجيب لنا الحشرات، ديما الناموس فينا، ديما الحشرات فينا، ديما الريحه الخنزه فينا. هنا الوليد قرر انه يبدل لنا السكنه. الوليد الله يعفو عليه ماشي رجل اللي كما كيقولوا فقير ولا ما عندوش، الوليد غير ما كانش كيعرف يخدم وصافي، فلوسو كاملين كانوا كيدوها له غير صحابو في القهاوي. تصوروا الوليد ما كيكمي ما كيشرب ما كيسكن ما كيقمر، ما كيديرش شي حاجه خايبه، ما كيمشيش مع العيالات. غتقولوا لي كيفاش الراجل ما كيدير والو من هادشي كامل، وكتقول عليه ما عندوش الفلوس، فلوسو كتمشي غير في القهاوي، يعني كيمشي كيلعب الرامي الروندا وكيبقاو يديروا دوك بحال كيديروا داك الشيء مخاطره، يعني كيتخاطروا على هادي على هادي. هو كان كيقول لنا لا هذاك ماشي قمر، حنا كنا كنقولوا له القمر كيقول لك واش اللي كيقمر واش ما كيكميش، اللي كيقمر كيكمي ويسكر وكيمشي عند العيالات، انا راه كنمشي نشط مع صحابي. داك البركه اللي كانت كتبقى لهم من المصروف كيمشي حطها تما في القهوه على الرامي وعلى صحابو، كيجي عندنا كيضحك، ما كيجي لا فيه ريحه الشرب ولا ريحه الكارو، هذيك هي البليه الوحيده اللي كانت فيه. داك اللعب هو اللي كان كيلعب وكان كيكثر بزاف. المهم اخواتاتي الوليد ديالي كيف ما قلت لكم قرر انه يبدل لينا السكنه بسكنه واحده اخرى. كان عيط على واحد صاحبو ساكن في واحد المدينه، قال لي انا مزوق فيك الا ما عتقني، انا راه شنو صار لي شنو صار لي، البنت راه رجعت من الموت وانا راه ساكن في واحد الحياه زعما ماشي هي هذيك. الوليد ديالي كانت عنده شي فلوس في البنكه وكان مبلوكيها وما بغاوش يزولوا له البلوكاج على داك الفلوس، عيط له ينزل قالوا له تتسالى المده ديالها، كان عنده تقريبا غير واحد 3 مليون ماشي بزاف. ايوا فاش عيط على داك صاحبو قال لي ودي كاين واحد الدار للرهينه زوينه ولكن دايره 5 المليون، قال لي انا 5 المليون ما عنديش وما عنديش منين نجيبها. قال لي ودي غير اجي انا غادي نهضر مع السيد، راح صاحبي وكليان ديالي وعشيري وكيثق فيا، ولكن غيكون راجل قد الكلمه، الا تعطيها ليا انا نضمنك. قال لي اسيدي لا تضمني، الضمن هو الله، انا راني نعطي الواجب ديالي ونزيد نفوق منه رحمه الوالدين. قال لي انا بقى فيا غير وليداتك، مع داك الراجل مسكين هو مزوج عنده وليداتو، غير هو ما فيش البليه ديال شي حاجه، يعني اللي خدمها كيديها لوليداتو، هو كان خدم نفس الخدمه ديال الوالد، وسهل عليه الله وبدل ديك المدينه بداك المدينه، وتا هو كان ساكن غير في الكاريان، وسبحان الله ملي مشى لديك المدينه والوالد كيقول لنا فلان عطاتو ديك المدينه، اودي كيف ما قال لي هو، راه ماشي المدينه اللي كتعطي ولا بنادم اللي كيعطي، ربي هو اللي كيعطي، وانت شوف انت وشنو بغيتي من هاد الدنيا. راه الا كنتي انسان باغي تعيش وتعيش وليداتك في الحلال وتعيشوا مزيانين ومرتاحين، ربي عنده كل شيء، طلب وتمنى ودير السبب والكمال على الله. المهم قال لها صاحبي اجي وانا غادي نخدمك معايا. نقول لكم الخوت الوالد ديالي كان مسكين راجل منابري كيخدم هكا مع الفلاح، الا كانت الفلاحه كان كيخدم في البنيه كنلبني، يعني اي حاجه فيها تمره كيخدم فيها. هاد السيد تا هو كان منابري بحالو بحال الوالد، ولكن فاش ربي بغى يعفو عليه كان معلم لواحد الصناعه ولا كيخدم في الصناعه ديالو. قال الوالد اجي تخدم معايا، وبنادم واخا كبير راه يتعلم الصناعه، وانت راه تبارك الله ماشي كبرتي بزاف راك باقي صغير، وراه عندك بزاف د الحرافي في راسك. ايوا هاد السيد صراحه عمرنا ما نساو له خيره. فعلا غادي يمشي الوالد غادي يشوف ديك الدار عجباتو حمقاتو الدار، عرفتو كبيره قد قداش ب5 ديال المليون، ويبقى رهنها المده ديال 5 سنين، مع شحال هادي تبارك الله كان الرهين رخيص وما كتخلص له لا شهريه لا والو، يعني كتخلصي الرهينه ديالك صافي كتكت مع مده كتحط له رزقو كتمشي بحالك، النهار اللي كتبغي تخوي له الدار كيرد لك فلوسك بالتمام والكمال، وكتمشي تدبر على راسك ولا تجدد معاه العقد لثاني مره. داكشي اللي درنا حتى حنايا
حتى الوالد شاف الدار عجباتو، تفاهم مع مولاها دار واحد الصباغ، صباغ لان هذيك الدار كانت شويه خاصها الصباغه، ما بغاش الوالد يدخل ليها بلا صباغه. قال كان غادي ندي وليداتي اللهم نقد الامور مزيان. هذاك السيد مسكين كان عنده دارو زعما ربي فتح عليه، وكان باغي يبدل الفراش، وقال الوالد الا قبلتي على هادشي اللي عندي يعني انا غادي نبيع هاد الفراش ونصدقو اللهم فيك نتايا. قال لي يا سيدي قابل على ترب رجليك. داك الراجل كانت عنده واحد المراه ونعم الزوجه، مسكينه حتى هي تعاونات فاش سالاو الضرب الصباغه نقلوا داك الرحيل ديالهم يعني اللي غادي يبدلوا، جابوه لينا فرشوا لينا واحد الصاله بالستادر كان خاصها غير طليمطات، حيت قالت لك طليمطات قدامين شويه ما بغيتش نعطيهم لكم مكرفسين. عطاتنا شحال من حاجه الله يكثر خيرها، عمرت لنا الكوزينه بالمال. المهم مشات بحالاتها، حنا فاش مشينا لقينا الدار فيها نص ديال الحوايج، فرحنا غير فرحه، ولكن الجيران ديالنا اللي كنا عايشين معاهم في داك الكارين هما مسخوا بينا وحنا مسخينا بهم. العشره ديال 12 سنه كانوا الوالدين ديالي يسكنوا تما قبل ما نتزاد انا بها معين. المهم خوتي الاخرين اللي مورايا كلهم تزادوا تما مني وجبد. المهم ما سخاوش بينا وحنا ما سخيناش بهم، لدرجه انني انا بعدا مرضت وتخوتي وخواتاتي بحال بقى فيهم العشره ديال الزمان، ولكن الحمد لله ان ربي عفى لينا وراه كلشي من الخير. المهم مشينا بدينا حياه جديده مع ناس جداد في مدينه جديده اللي صراحه مدينه زوينه وما بيهاش، واخا ماشي مدينه كبيره ولكن الحمد لله يعني فيها بزاف ديال الحوايج اللي ما كاينينش في المدينه الاخرى او ما قرابينش علينا حنايا، واخا كنا في واحد المدينه اللي فيها كلشي غير هما داك الحوايج او داك الاماكن اللي حنايا محتاجين ليهم كانوا بعادين علينا، او حنا كنا في واحد لونطوراج اللي خايب بزاف يعني واخا تعيشي فين ما عشتي راه لونطوراج اللي راك فيه هو المهم. المهم حنا لذاك لونطوراج اللي مشينا ليه للمدينه الاخرى احسن واجمل وانقى من داك البلاصه اللي كنا فيها، فرحنا بزاف، النفسيه ديالنا تقادت رغم اننا كنا كنبكيو بزاف على الجيران ديالنا وما سخيناش بهم. وهنايا الخوت كما كيقول لك اختار الجار قبل الدار. حنا واخا الجيران ديالنا كانوا زوينين في السكنه الاولانيه، فاش جينا السكنه الثانيه الجيران ديالنا كانوا خايبين بزاف، بالخصوص الناس اللي كانوا فوق منا. الدار اللي رهنا حنايا فيها الفوقي والسفلي يعني الطبق الارضي واللي فوق منه، فاش حنا رهنا ديك الطبقه هذاك كان الطبق الفوقاني خاوي، وكان قال لنا الوالد ديالي راه سولني من الدار قال لي اختار الطبق الفوقاني ولا تحت اللي تحمت منه. الوالد قال لك انا ما بغيتش نختار الفوق اختاريت لتحت. قلت ليه امي ودي كتشاورتي معايا كتختارينا الفوق حسن. قال لي علاش لتحت حسن وقريب وكذا وهاد. قلت ليها ودي الفوقاني بنادم حتى الا جاو الجيران فوق منك راه غادي يصدعوك، كون اختارينا الفوق يقرب لينا السطح والدروج راه ماشي مشكل. قال لي دابا اللي عطى الله عطاه اللي قسم الله في القسميه ديالو هي هادي. المهم بقينا ساكنين تقريبا شي 6 شهور اوه ما يجيو الجيران الجداد، هاد الجيران كانوا غير كارين ماشي راهنين. ايوا طلعوا لديك السكنه صراحه في الاول بينوا لنا على انهم جيران مزيانين، كانت كتجمعنا بهم السلام السلام، هما ماشي قباحين ولا هما ناس مزيانين غير هما الحاجه اللي مقبحاهم هما الدراري الصغار. كانوا عندهم ربعه ديال التوام، جوج ولاد وجوج بنات، كيقولوا البلاطير ولا نطير. الصغار في دوك التوام عندهم 6 سنين والكبارين عندهم 10 سنين. المهم يعني واخا 10 سنين انا في العمر ديال 10 سنين كنت بعقلي، واخا الصراحه كنت طفله كنت بعقلي. هذوك البراهاش كانوا كيقولوا البلاطير ولا نطير، انا كنت كبيره عليهم تقريبا غير بشي عام ونص، وكان بان صراحه معقله عليهم. هما واخا عندهم 10 سنين وطالعين في 11 عام والو ما عندهمش العقل، كيبقاو يدردزوا علينا. يا امي واحد النهار وهي طلعت عند ديك الجاره قالت لها ودي جارتي الله يرضي عليك هضري مع وليداتك راه زعما عيقوا علينا، راه الدرديز بزاف كاين النهار كاين الليل الحشومه، ما كننعسو في الليل في خطورنا، ما كنفيقو في الصباح في خطورنا. قالت لها في الليل حنا كننعسو بكري وانتوما كتبقاو قصارين حتى لواحد الوقت. قالت لها واش ولادك ما كيقراوش واش ما كينعسوش؟ ايوا قالت لها جارتي واغي سمحي لي راكي عارفه الدراري هما هادو. عاوتاني واحد الليله كذلك المهم عيقوا، واحد النهار صافي خويا الكبير طلع له الدم وهي طلع عندها دق عليها خرجت عنده، ملي خرجت عنده شافته ما عجبهاش الحال علاش دق عليها. قال لها الشريفه كاين مول الدار؟ قالت لها انا مولاة الدار شنو كاين؟ قال لها والله يرحمك الوالدين هضري مع ولادك راه ملي جيتو نتوما وانتوما صدينا وقلبنا المخ ديالنا. قال لها واش ما عرفتينيش انا راني خدام كنخدم مع 6 الصباح خصني الناس. ايوا قالت ليه ياك ما كتخلص عليهم الكرا ياك ما كتمشي كتخدم وتجيب لهم الصاك ديال الخضره. قال لي شوف الشريفه جمعي راسك الله يرحم لك الوالدين انا هضرت معاك بالادب هضري معايا بالادب ولا ما غاديش يعجبك الحال. ايوا غير هي سمعته وهي دارت يديها في دنيا وجمع عليه ومد لا اله الا الله لحقوني ويك عباد الله ولد فلانه جاي تهجم عليا. ايوا طلعت عندها امي قالت لي الله يا ودي يا جارتي شو قال لك هاد الدري راه قد ولادك. قالت لها واش دابا كتقولي لهاد الدري
قدو قد كتقولي عليه قدو قد ولادي، هو راه الطوله ديالو اكثر من الطوله ديال راجلي، وكتافه اكثر من الكتاف ديال البغل، وتقولي عليه ولدي. ايوا خويا سمع داك الكلمه ديال البغل ما عجبوش الحال، قال لي احترمي راسك ولا ما غاديش يعجبك الحال. قالت لي شنو غادي دير كاع؟ قال لي اللي غادي نديرو ما غاديش نعاودو لك. جا داك المطير ديال ولدها اللي عنده 11 عام ولا ما كاملاش كيتعلق في خويا، شا خويا شدو هكا بالقجه كيضربو مع الحيط والناس كيشوفو. ايوا ديك السيده سخفت وطاحت للروينه، صيفطوا للراجل على البركاكه وصاحبي الحسنات جا كيجري. المهم ترونت القضيه، جاب الله خويا غير ضرب داك الدري ومشى. اما هو كون جاب باك ولقى تما كون دفنو شنو دار؟ اول حاجه دخل ديريكت للكوزينه وجبد المضى، فين راه الداير فين راه الفعال جيبوه ليا، ولا تندير له ولا تنفعل له. والله هادي وهي مرتو سخفانه والفوضى، هو دابا شنو حساب له؟ حساب له خويا ضرب له مرتو. وراكم عارفين الناس كيبغيو يعمروا في السواج، راه ولد فلان راه تهجم على الجره وراه ضربها وراه حكا راه كان كيتحرش بها وكيدير لها. خويا مسكين يلاه عنده 14 وطالع في 15 حتى 16 كامله مسكين ما عندوش. وردوا فيه العجبان خويا تبارك الله كان وافي مع خويا، كنخرج من المدرسه ما بغاش يقرا لينا، ملي خرج من السات صافي حلف على القرايه. اما انا من النهار اللي عضتني العقرب وانا زعما القرايه ديالي اللور اللور، واخا بقيت كنقرا في المدينه ديالنا، فاش حنا وجاب لي الوالد الانتقال كنت مره كنقرا مره كنغيب، بحكم ان المدرسه كانت بعيده علينا شويه. اما هاد السيده هادي ولادها كاملين كانت كتقريهم في البريفي، راجلها واخا صراحه غير كارين وما عندهمش فلوسو كامله ديال الخدمه ديالو كان كيحطها على ولادو. المهم نهار التروينه كحله سحله، مشاو داروا به شكايه، ولا خويا روشيرج هو مسكين ما داير والو. في الاخر ملي لقى راسو داير بحال هكا لقى راسو غادي يمشي هكا في ظلمه وعدوان وهو ما داير والو، مشى عند مركز الشرطه، مشى قال لهم انا هو اللي جات السيده تحطت عليا شكايه، انا جيت ندير شكايه. قالوا لي اش من شكايه اللي غادي دير وانت اللي تعديتي؟ قال لهم اودي انا السيده ما تعديت عليها ما والو، ولا هي شهدوا معاها الناس اصحاب شهاده الزور، انا ما عنديش اللي يشهد معايا الزور، انا جيت نشهد على فراسي وشنو درت انا واحد جوج ثلاثه، ها شنو درت كيفاش هضرت معها؟ بغيتو تيقوني هي هذاك ما بغيتوش شغلكم هذاك. المهم صراحه واخا كاين الامن في البلاد ديالنا الحمد لله، وكاين حتى العدل، واحد البوليسي تما بحال حس بخويا باللي مظلوم، وقال لي شوف الا كنتي مظلوم وهادشي كامل تلفق لك راه اكيد غادي تجيب حقك، ما تخافش اولدي. قال لي هكذا يكونوا الرجال وتبارك الله عليك. المهم واخا ديك البنت الحامضه في ديك الشكايه وبغات توسخ له الدوزي ديالو، مسكين هو باقي صغير ما نيطت منه حتى شي حاجه، حيت غادي يبحثوا في الامر، وكاينين الناس اللي شهدوا وشافوا داك الشيء بعينيهم، زعما قالوا لهم اودي راه هاد الدري ما دار ليها والو، هاد الدري راه فقط تبرى. وصدقوا مستدعينها هي وقالوا لها لا ما جمعتيش بزاف غادي نديرو لك ونديرو لك، لان انت كديري الشغب للجيران، احترمي الجيران ديالك. صافي ما بقاوش حتى 3 شهور قاده وناضوا مشاو بحالاتهم، الحمد لله تهنينا منهم، بقينا عايشين واحد المده مزيانين. كانوا جاو شي جيران سكنوا حدانا معنا عفوا الفوق، ولكن الناس مزيانين وداخلين سوق راسهم، ولادهم كانوا كبارين. وداك الدرس بحال الله اللي كيسكن فيها 3 شهور 4 شهور كيخرج بحالاته. من بعد ولينا كنسمعوا بلي داك الدار الفوق مسكونه ماشي هي هذه، كاع اللي كيدخل ليها اما كيمرض ولا كيوقع له مشاكل وكيخرج بحالاته. اما الدار اللي كنا ساكنين فيها لتحت حنا الصراحه زوينه ما كان فيها حتى شي مشكل. المهم دازت الايام ودازت السنوات، وصلت انا للسن ديال 14 سنه، خويا كبر تبارك الله كبر وكان بغى يتعلم واحد الصنعه، ولكن الوالد ما خلاش، قال لي اولدي الا بغيتي دير الخير في راسك انا غادي ندبر عليك وسير للخارج. الوالد مسكين كان نجم شي تقرقبه ديال الفلوس، ما ولا خدام مع داك صاحبه، وكيف ما قلت لكم كانت عنده واحد الصنعه ولكن ما كانش ساقلها. فاش تعلم مع داك السيد ولا مدرب على داك الشيء حتى هو ولا كيخدم بحالو بحالو، يعني الوالد ديالي ولا مدور الحركه. وتا ديك الدار بقينا فيها جددنا فيها العقد لثاني مره، خويا غادي يدبر عليه الوالد وغادي يصيفطو بكونترا كتسوى 8 المليون، وديك 8 المليون الوالد مسكين كان عنده بنا غير 4، وديك 4 كان كيعطيها غير كما كيقولوا طريطات، بحال نقدروا نقولوا بحال هز كريدي ولا شي، ولكن ماشي من البنكه، كان كريدي حلال. وكان مسكين كيعطيه واحد النصيب واخا فيه واحد شويه ديال الزياده، ولكن كيقول لك انا ماشي ريبة، انا بغيت نعطي داك السيد غير حيت كنشكرو على داك الخير اللي دار فيا. وخا بزاف الناس اللي كيقول لك هذه المساله راه غريبه، ولكن الله اعلم. المهم خويا غادي يمشي لاوروبا وغادي يخدم على راسو وغادي يدبر على راسو. كانت عندي واحد عمتي تما الله يعمر ليها الدار، طارت مسكينه باش تدي زعما بلا ديك 8 المليون زعما بغات تساعد معاه، ولكن ما لقاتش كيفاش دير له، كانت واحد الوقيته حاولت باش تحرقو ولكن ما صلح ليهاش كيفاش. المهم فاش مشات عمتي وراجلها اللي تلاقاوه بقى تما معاهم واحد الايام، صافي نهض راجل عمتي قال لهم وليت تدبر على راسك، هاد الدوله هادي ماشي ديال الناس. قال لي اودي عمي فلان انت انا ما كرهتش،
انا دبر عليا نمشي نخدم. قالوا ليها سيدي نوض دبر على راسك حنا نعاونك. ما علينا الكونطرا اللي دارت له يعني ما فيها لا خدمه لا ساكن لا والو. كونطرا كتمشي على اساس انك تخدم زعما وانك طالع باش تخدم، ولكن فاش كتمشي تما ما كيعقلوش عليك، كيقول لك حنا صافي طلعك طلعناك لهنا دبر على راسك على راسك. خويا مشى مسكين واخا تجلوق بزاف ديال المرات هو كيخرج من عند عمتي لان راجلها صدق ما مزيانش. حتى ولدها كان عنده واحد الولد شويه مفروح وكان دائما كيبغي يتعدى على خويا. صافي خويا بحال ما حش معاهم بالامن ولا خرج كيدبر على راسو. الوقيته اللي خرج كندوز معاهم شي 9 شهور ونط صافي غير لقى خديمه ولا كيخدم ولا كيعرف فين يمشي فين يجي. خرج بحالاته كنسكن مع شي دراري زوافريه، كان مره كيخدم في النوار مره كل مره وشنو كيخدم، ولكن حنا بالنسبه للفلوس ما كيصيفط لنا والو. حتى كملت مع عام ونص عاد بدا كيصيفط لنا شويه حيت فلوسو كانت كتمشي له غير في الكرا وفي الماكله، وحتى الخدمه كان خدام غير بواحد النصيب اللي قليل. هادشي علاه ما قال لينا والله اعلم. هنايا البنات في ديك الوقيته هذيك اختي اللي كانت جايه على خويا خطبها واحد الناس مشات تزوج. ديك الوقيته كانت عندها 18 سنه في عمرها. الوالد ديالي تشاور معاها قال لها بنتي راه كاين واحد السيد باغي يتزوج، واش تزوجي؟ هاد السيد راه كيفاش وقع له؟ كان مزوج ومرته توفات له وقدر عليها الله ما شاء فعل، توفات بالكرش يعني داكشي اللي كانت حامله به حتى هو مشى عند الله. الا بغيتي بنتي تزوجي تكملي دينك سيري تزوجي. هاد السيد هذا ما عمره ما عرف اختي، غير الناس كيعرفوا الوالد ديالي قالوا له راه عنده البنات يعطيك شي وحده من البنات. ايوا فاش جات تشاور معاها بغات قالت له واخا الوالد نمشي نتزوج. ما علينا كانت كتقرا خرجت من المدرسه حتى هي. صافي مشات تزوج بقيت غير انايا انا بحال قنت. قلت للوالد بغيت انا نخرج نخدم ولا ندير شي حاجه في حياتي. قال لي ما عندك بنتي ما ديري دوزي تجلسي في داركم. قلت ليه والو غادي نمشي نخدم. قال لي شنو بغيتي تخدمي؟ قلت ليه ما عرفتش المهم ندبر على راسي. بقيت كنقلب نقلب ما لقيتش الصراحه. مشيت عند واحد السمساره وصيتها قلت لها الله يرحم والدي انتي الا بانت لك شي خدمه انا باغي نخدم. قالت لي يا ودي شنو غادي نقول لك راه كاين خدمه في الديور راه بغيتي تخدمي في الديور. قلت لها لا اصلا الوالد ديالي كنت قلت ليه نخدم في الديور وما عجبوش الحال. قال لي حتى نولي انا حتى نولي انا عمى وما كنهضر ما كنشوف ما كنتحرك ولا حسن تدفنيني عاد سيري خدمي خدامه في الديور. قلت لها لا الوالد الخدمه عيب. قال لي شوفي بنتي الخدمه ماشي عيب ولكن اللي العيب هو انني انا باقي بصحتي وصيفط كنتي تخدمي. دوزي تجلسي الله يرضي عليك ولي كتب الله حنا كناكلو كاملين. داكشي اللي كان ما خلانيش مسكن نخدم وخليت الوصايه عند داك السمسره. قلت لها انت الله يجازيك بخير الا بانت لك شي حاجه دبري عليا. قالت لي شوفي انا الا بانت لي شي خدمه ندبر عليك ولكن كوني هانيه. انا كيجيو عندي غير الناس اللي باغيين الخدامات ولكن الا بانت شي حاجه الله يوفقك. قلت لي اللهم امين انت ما تنسينيش وصافي. هذيك هي الهضره. بقينا تقريبا شي 4 شهور واحد النهار يجي عندنا حتى الدار كتدق علينا. انا مشيت الصراحه فرحت عرفت انا ندبر لي شي حاجه. قالت لي شوفي فلانه دبرت لك واحد الخدمه الا بغيتي تخدمي. قلت لها شنو هي؟ قالت لي واحد السيده راه كان عندها راجلها وتوفى ليها الله يرحمه ويوسع عليه وخلى ليها واحد المحل ديال المواد الغذائيه داير بحال شكل ديبو يعني كاينين جوج كراجات، واحد فيه السلعه كتبيع بالجمله وواحد كتبيع فيه بالديطاي. وراه كانوا مع الخدامه ولكن فاش راجلها توفى يعني بحال تهربوا ما بغاوش يبقاو خدامين معاها ودابا راه كتدبر على اللي يخدم معاها. قالت لي وزيدون هادوك اللي كانوا خدامين معاها حتى هي ما كانتش الصراحه كتثق فيهم يمكن حصلت عليهم شي حاجه وراه باش ما تفرشهمش نضو مشاو بحالاتهم تحسبت معاهم وقالوا لها مشيو بحالنا دابا راه كتقلب على البنات حيت هي راجلها كان خدامين معاها رجال. ايوا قلت ليها ولكن شنو غندير انا معاها كيفاش الخدمه اللي غادي نخدم معاها؟ قالت لي ودي انت غادي تمشي عندها وتشوفي شنو الخصص اللي بغات. قلت لها واش دبرت ولا مازال؟ قالت لي ودي ما نعرف انا هذه السيمانه باش جات عندي وراه قالت لي شنو شنو ونسيتك يلاه اليوم جيتيني ببالي جيت عندك. قلت لها فيها خير؟ تشاورت مع الوالد ديالي مع امي قالوا لي ودي انا لا ديتي رينا جلسي في داركم شنو خاصك؟ خاصك الماكله خاصك الشرب؟ قلت لهم خاصني انا نخرج نشوف الناس انا ماشي الحياه هي الماكله والشراب انا بغيت انا نشوف الناس والناس تشوفني ولكن يا ريت يا ريت اخواتاتي يا ريت تكون جلست في دارنا ما يشوفوني ناس ما نشوف ناس تا يسهل لي الله ولكن كلشي من الخير. المهم اخواتاتي نكمل لكم. مشيت عند داك السيده بطبيعه الحال غادي تديني ديك السمساره. السلام عليكم. السلام. المهم المراه كتبان تبارك الله قد الدور قد الارض ما بقى صغيره. انا فاش قالت لي راجلها مات اون فوا الحاجه اللي فكرت فيها هي الاولى هي اون فوا قالت لي هاد الهضره الحاجه الاولى اللي فكرت فيها هي ان السيده تكون مراه كبيره ولكن فاش مشيت لقيت السيده باقا صغيره وعرفت بلي عندها 45 عام في المهره وتوليداتها باقيين صغار. الصغير في وليداتها عنده 9 سنين.
وجوج الاخرين، واحد عنده 15 وواحد البنت عندها تقريبا 11 ونص. هادو هما الامر ديال ولادها، وحتى بيهم كيقراو. ايوا فاش مشيت عندها قالت لي السمسره ودي هاد البنيته راه ظريفه وعائلتها عائله محترمه. دابا انت الا بغيتي تخدمي هي راه ما عندهاش زعما اكسبيرونس في شي خدمه، راه اول مره غادي تخرج تخدم معنا. سولتني داك السمسره قالت لي ودي اول مره غادي نخرج نخدم. قالت لي ولكن البنت راه مراه سلعتها، والديها ناس مزيانين اللي كنعرفهم. ايوا قالت لي شنو كتعرفي ديري؟ قلت لها راه دابا قالت لك السيده راه ما كنعرف ندير والو، انا الا كانت شي حاجه ديال الدار كنخدم مع مامتي شويه وصافي، شي حاجه ديال برا اول مره غادي ناخذ هاد التجربه. قالت لي ماشي شي حاجه، انا براسي عاد كنتعلم. قالت لي المرحوم راه توفى، مات واحد المده ديال الغفله وما كناش ضاربين ليها الحساب، وهانتي كتشوفي دابا اللي عطى الله عطاه، انا نط شغلي بيدي. ايوا صافي بديت معاها. قالت لي بسم الله توكلنا على الله، انت اول وحده تجي عندي، انا راه باقا حاصله راسي. قلت ليها واخا. بقيت معاها يا خواتاتي، علمتني تعلمنا انا وياها السراف، داك الشيء اللي تعلمته هي علمته ليا حتى انايا. كان معاها واحد خوها، خوها متزوج عنده ولادو، هو اللي كان كيجي يسربس معاها تما، وانا كنت كنكون معاها. ايوا هاد النهار غدا بعدو، هاد النهار غدا بعدو درت معاها شي 3 شهور. داك خوها ولا كيشوف فيها شي شوفات ماشي ديال اللاباس، مره ولا كيشوف فيها داك النظرات ديال كيف ما كيقولوا ديال الحب، كيشوف فيها بواحد الشوفات زوينين بزاف، وانا عجبوني دوك الشوفات ديالو. مع العلم كنعرف مرتو وليت كنعرف ولادو، ولكن هو مراتو ما متفاهمينش، ودائما مولات المحل هي اختو كتعاود لي عليه، كتقول لي اخويا كاع ما كيتفاهمش مع مراتو، دائما كتقول لي عنده داك بنت الحرام واحد المسخوطه مقطره واحد السحاره منا ما كاين. انا واخا كانت كتقول لي هذيك الهضره اصلا ما عندي غرض فيهم، دبر راسو ما نشتو دخلني فيهم، انا كنخدم على راسي وكنمشي بحالاتي. كانت دايره لي 15000 ريال في الخلصه اللي هي 750 درهم، دات لي بها قالت لي انت تشدي لي لاكيس والحسابات مادام انك قاريه شويه. مع العلم انا ما قريتش بزاف، ولكن صراحه عندي مع الحساب، هي لي مشكلتها انا ما قريت حتى شي حرف، ما كتعرف الرمز الزرواطه. عطاتني الحسابات ولينا كنتعاونوا انا وياها، زادت واحد البنت معانا اخرى، زاد معانا واحد الولد غير صغير، يعني بقى يهز ويحط. راكم عارفين ديبورا خصو اللي يهز ويحط، داكشي ثقيل. ايوا هي ديك معاها الخدمه وليت غاديه بخير وعلى خير، تكملت معاها العام. خوها مازال كيدير فيا ديك النظرات اللي ماشي بريئه، ولكن ما كيهضر معايا ما كيقول لي حتى شي هضره. حتى لواحد النهار اللي كانت اختو مرضات واحد المرضى خايبه، شدها بحال مرض السخون، طاحت في الفراش، وانا اللي كانت كتكل عليا في كل شيء. اما خوها كيجي شنو كيدير؟ كيجمع ليها غير الحسابات ديالها وكيقاد ليها، كيعطيها يعني كيعطي الفلوس للناس اللي كيتسالوا كيعطيهم، اللي بقى كيحطوا لها في البنك كيتحاسب معاها، المهم كيدخل ويخرج داكشي ديال السلعه، داكشي الكبير اللي ما نعرفلوش انايا. واحد النهار جا وبقينا كنتحاسبوا انا وياه من هنا لهنا من هنا لهنا، واحد لقيته ويشد لي في يدي، جيت انا نطرت يدي قلت لي شنو كدير؟ قال لي سمحي لي ولكن ماشي لخاطري. قلت لي كيفاش ماشي لخاطرك؟ قال لي كنبغيك. قلت لي ها ويلي، بديت كنضحك. قلت لي على هذا البغو عندكم نتوما بالزربه بحال شرب الماء. قال لي سمحي لي راه ماشي بالزربه، ما تنسيش غادي عام وانا وياك في هذا المحل هذا. قلت لي ولكن الحشومه انت زعما راك راجل مزوج وعندك ولادك، حشومه تقول لي هاد الهضره هادي؟ مع العلم انا كنت حاطه على واحد ولد جيران كنت كنحماق عليه، وكان عزيز عليا ظريف، ولكن عاد كان كيقرا يلا كيدوز على الماستر. المهم يلا كان عنده الماستر ويلا كيقلب على خدمه، يعني ما مكونش راسو ماديا، واخا هو قاري ولكن ما كانش عنده باش يتزوج. مع كان سبق له هضر معايا قال لي انا ما غادي نوعدك حتى بشي حاجه، انا الحياه ديالي كلها باقا معقده وانا مازال عاد على باب الله. قلت لي ماشي مشكل نتسناك. قال لي انا ما بغيتكش تربطي لي واحد الامل، واحد النهار يجي يقول لك سمحي لي بالزربه انا ما عنديش كي ندير لك. المهم قلت لي ماشي مشكل صافي. الخوت بقيت مع هاد، قلت لكم بقيت مع هاد المراه هادي. خوها النهار اللي جا بغيت تحرش بيا، ولكن ماشي داك التحرش الخايب، يعني باينه فيه مسكين واكل عليا الجوانط، ولكن ما عنده لا حيله لا هو ولا انا لا ولا قوه. في الاول زعفت وطلع لي الدم منه، ولكن بقينا هكاك واحد المده، وثاني رجع كيطلب مني السماحه كل مره، كيتبان لي بحال داك الجو سمحي لي وانا ما قصدتش ديك النهار. كنقول له صافي خويا غير بعد مني خو مساحتي، والبلاصه اللي نوقف فيها انا خويا انت الله يجازيك على خاطرك. كان كيقول لي ماشي مشكل صافي. بقينا هكا اكثر واحد المده، هو عاوتاني يهضر معايا في نفس الموضوع، قال لي سمحي لي انا والله ما قصدت وادي 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 وادي. قلت لي اسيدي ماشي مشكل، انت ما قصدتيش اسيدي صافي عفا الله عما سلف. دابا علاش كتقلب؟ قال لي ما كنقلب على والو، كنقلب على راحتك. قلت لي راحتي انا هي الا خليتي عليك في الثقه. قال لي ولكن انا ما عنديش كيفاش ندير. قلت لي كيفاش انت ما عندكش كيفاش دير؟
قال لي انا راه كنبغيك المصيبه كنبغيك. قلت لي واش كتضحك ولا كتتفلى معايا ولا شنو؟ قلت لي شوف الله يرحم ليك الوالدين، انا نجيك من الاخر، اول حاجه انا هنا باش نخدم على راسي وباش نخرج من داك الجو اللي كنت فيه ديال الاكتئاب. قال لي واش كنتي مريضه بالاكتئاب؟ قلت لي لا، ماشي بالضروره نكون مريضه به، ولكن كنت بقيت في الدار كنمرض به حيت كنت كنقن. ثاني حاجه انا هنا يعني باش ناخذ داك طريفه الخبز حالا نطيب. قال لي واش انا طلبت منك الحرام؟ قلت لي حاشا حتى تطلب الحرام وبزاف عليك حتى توصل داك الشيء. بقينا وهي كتناقش، قال لي شوفي انا ما غاديش نطول معك الهضره، اللي نطولوا معك غادي نقصوا. قلت له اه مرحبا. قال لي شوفي بنت الناس، واحد جوج ثلاثه، انا عندي مشاكل مع مراتي، واصلا انا وهي العلاقه ديالنا محدوده. قلت لي كيفاش علاقتك انت وهي محدوده؟ قال لك يعني ما عندناش علاقه هكا ديال الفراش، انا وهي زعما واحد العلاقه، هي اصلا مريضه عندها واحد المشكل، وداك المشكل عيت ما نداويه ولكن ما لقيناش له العلاج. مع قلت لي راه كاين الطبيب، سير داوي مرتك الا كان عندها مشكل. قال لي مرتي عندها المشكل ديال البرود، وانا صافي انا باقي صغير وباغي نعيش الحياه. قال لي اختي هذه راه عندها 45، انا راه كبير صغير عليها بعامين. قال لي انا باقي صغير وباغي نعيش حياتي، ومرتي واحد الانسانه انانيه وكتبغي غير راسها، وانا بنت الناس الا هضرت معاك انا ما هضرتش معاك باش تعطيني شي حاجه في الحرام، انا بغيتك حلالا طيبا، بغيتك تكوني ديالي وحلالي. قلت لي ولكن كيفاش غنكون ديالك وحلالك وانت مزوج عندك ولاد؟ قال لي الحمد لله الشرع عطانا اربعه، وانا اصلا راه عندي باش نكون اسره وجوج وثلاثه واربعه، والحمد لله ما مخصوش وبرزقي وبخير وبخميري. وانت عارفه خدمتي شنو هي مع خوها كموظف، وقلت لكم كيجي لتما غير باش كيقاد ليها الحسابات، يعني هو مغني على ديك الخدمه ديالها، كان كيتعاون مع اخته كيوريها بين ما ولفات وصافي. المهم السيد ما خلى ليا ما نقول. قلت لي ولكن انت غير كتحلم واقيله، انت مراتك كتقول لي عليها انانيه ونرجسيه وباك كتبغي غير راسها، ودابا انت كتقول لي باغي تزوج ودير اسره، كيفاش غادي دير ليها؟ قال لي انت ماشي شغلك انت، يا غير توكلي معايا الله وكل شيء غادي نلقاو له الحل. انا البنات والله ما نكذب عليكم، بقيت غير كنشوف، ما عرفت ما نقول له، ما عرفت ما ندير. المهم قلت لي عافاك الله يرحم الوالدين، واش ممكن هاد الهضره زعما تسدها هنايا؟ قال لي ماشي مشكل، ولكن ديري بعين الاعتبار ان هاد الهضره مازال غادي نهضروا فيها مازال. ايوا هاد السيد هذا اللي جيت نعاود لكم عليه اليوم، واللي بسببه انا حياتي تقلبت راسا على عقب، غيبقى لاصقني اللصقه ديال العمه في الظلمه، فين ما يتلاقاني كيقول لي انا كنبغيك وانا هادي وانا هادي وانا هادي، حتى الوقيته اللي غادي تحصلنا اخته حصلته عايش كيهضر معايا، والمشكل كنشد لي يدي وباسها في ديك اللقطه اللي باس لي يدي، والله ما لخاطري قشعتنا اخته. ايوا جات اخته ما خلاتليش وما خلاتش الخوا، قالت لي ماشي حشومه عليك ومراتك مسكينه وهادي مع هادي، من بعد هادي عاد نبقى نعرف الاسرار، ان راجلها كان مرض والله اعلم واش كلاتو شي حاجه ولا، حيت قال لك اسيدي كان كيخونا. وقالت لهم نتوما رجال بحال بحال، وانا كنت كنقول غير مرحوم، وانت صدقتي كثر منه، انت اللي كنتي كتجيب لي اخبار وانت كدير كثر منه، كدير الفعايل ديالو في البلاصه اللي كان كيدير هو الفعايل كديرهم انت هي، وجبتك اخويا باش زعما نبدا صفحه جديده، وجاي باغي دير لي الحرام في المحل ديالي. بدا كيهدنا كيقول اختي علاش الشطرش حرام اللي غادي ندير لك انا في المحل؟ اما انا عرقات لي في الاخر، قالت لي يلاه ديكاج ما تدوريش عليا هنايا. انا جيت خارجه كنبكي وشدني، قال لي والله من هنا ما غادي تخرج. قال لي شوف اختي الا بقات تمشات هذه انا بالحرام عليا حتى ندير شي فضيحه في راسي. قالت لي صافي حتى لهاد الدرجه؟ قال لي حتى لهاد الدرجه؟ قال لي هاد بنت الناس راه مسكينه ما عندها لا اناقه ولا جمال في هذا الشيء، وانا شديت يديها وبستها، انا اللي بست يديها، هي راه ما عندها حتى شي حاجه في هذا الشيء، انا اللي بززت عليها. ولا ما سيقتيش عندك الكاميرات وسيري الكاميرات، عادي تلقايها انا تابعه وهي هاربه مني. وقال ليها وزيد ونزيدك واحد القضيه في راسك، هذه البنت راني باغيها وباغي نتزوج بها. ايوا اختو ملي سمعت هذه القضيه ضربت على وجهها غير ضربه. المهم خوها بحال هددها، صافي قالت ليه تمشي دابا تمشي بحالها تا ما حملاش نشوف فيها غدا ترجع. انا اللي غد ليه ما بغيتش نرجع. صافي تلقيت السيده واحد النهار جات كتدق علينا، قالت لي رجعي تخدمي على راسك. قلت لها ما غاديش نرجع. قالت لي ترجعي فيها في الخير ما ترجعيش غادي نقولها لعائلتك. قلت لها شنو تقولي لعائلتي؟ قالت لي وانا عارفه شنو غادي نقول لهم، رجعي تخدمي على راسك. وصافي داك الموضوع نسيناه وسدينا عليه، وتا خويا من هادي ما غيبقاش يدور بجهتك. صافي رجعت البنات، ولكن رجعت غير خوفا منها، وخافت على تمشي تفضحني مع العائله وانا ما دايره والو. ايوا بقيت شويه بشويه البنات تفكيت منهم، ولكن والله ما غادي نسلم من شرهم. عرفتوا كل مره كنت كنلقى ساكي مرشوش بشي حاجه اللي ما مفهوماش. انا كنت كنمشي للخدمه كنحط ساكي في واحد البليصه كنمشي نخدم، انا ما شدش غير لاكيس، نقدر نست في السلعه، نقدر نجيو الكليان نشوف ما شنو بغاو بزاف ديال الحوايج. المهم سويكي كان كيبقى في واحد البليصه كنمشي كنلقاه مرشوش بداكشي صفر بحال داير بحال العسل بحال كيلصق ديكشي. شنو هو ديكشي؟ ما كنتش عارفه،
من بعد البنات ولا الحياه ديالي كتقلب، عرفتو كنكون واقفه كنحس براسي انا غاديه، وعباد الله واش انا غاديه ولا واقفه، والعقل ديالي من الداخل كنحسو مهزهز، ما بقيتش انا كيف ما كنت. ولو كيجوني كوابيس في الليل، وليت ما كناكلش مزيان، ضعفيت، كتجيني واحد الغمه على قلبي، صفاري الوجه ديالي تبدل، ربي مالي وشنو واقع ليا. المهم هي هذيك، قلت انا والله تنشوف مالي، نمشي من بعد على الاقل نغسل على راسي الفلوس، انا خدامه عندي فلوسي، نمشي للطبيب. مشيت اخواتاتي عند الطبيبه، مشات معايا الام ديالي، قلت لها امي انا كنحس براسي عيانة، يلا دوزي ليا. داتني عند واحد الطبيبه عامه يعني كتعرف كل شيء، دوزت ليا، عطاتني درت تحاليل ديال فقر الدم، ديال فيتامين دي، ديال المهم تحاليل جينيرال على الدات ديالي. قالت لي عندك شويه ديال فقر الدم، عندك شويه ديال نقص فيتامين دي، عندك كيما شي حاجه صعيبه بالنسبه للمعده، داك الاعضاء الاخرين. قالت لي شويه يمكن غير ما كتاكليش، خصك تاكلي مزيان، وهكذا كيفاش التغذيه ديالك، حاولي انك تنظمي الغذاء ديالك اليومي وصافي، ما عنديش شي حاجه اللي كراف، زعما شي حاجه اللي عاديه. صافي رجعت بحالتي، غادي ندير الصبه. قلت لها ودي سمحي لي انا راني مريضه، وهالورق ديال الطبيب وهاد الدواء وهاد التحاليل. قالوا لي خصك الراحه شويه. قالت لك صافي سيري في حالك ترتاحي، ولكن خصك ديري واحد الحاجه بعين الاعتبار. قلت لها شنو هي؟ قالت لي انا ما غاديش نبقى نتسناك حتى ترتاحي، لخاطرك تجي تخدمي، انا الا بانت لي شي بنت الناس تخدم غادي نجيبها. قلت لها ودي ماذا بك، بالي انا راه ما غاديش نرجع، وانا بيني وبينكم غير درت السبب المرض، اما انا ما عنديش شي حاجه اللي كراف. صافي رجعت لدارنا وحلفت يا البنات بحلوفي، قلت من دابا لا مشيت ولا دبرت شي خدمه ولا نخدم. اسيدي ما عندي ما ندير شي خدمه، كنت مهنيه في راسي، تلقيت راسي مشكلة. بالنسبه لهذاك خوها ما بقاش كيدور في ديك المحل، فاش كانوا كيبغيو يتحاسبوا كتمشي كتطلعوا للدار كتحاسب هي ويا، اما انا ما كيحضرونيش كاع. وتا لقيت اللي رجعت ما بقيتش شاده مع الحسابات، عطاتني بوست واحد اخر غير كنتسخر على الكليان وصافي. صافي قلت لكم تهنيت في راسي، ولكن ما تهنيتش البنات، تافت فيا الفوت. المهم بقيت جالسه في دارنا مده ديال تقريبا عامين. اختي فاش كانت تزوجت ما جابلهاش الله الولاد، فاش حملت جا لي حموليه صعيبه، عيطت عليا قالت لك اجي اختي قابليني انا راني عيانه. جا الوالد داني ثالث ما وصلني عند اختي، قال لي ما فيها باس، اختي كانت ساكنه في واحد المدينه غير المدينه اللي ساكنين فيها. ايوا هي هذيك، مشيت البنات جلست مع اختي، صراحه ارتحيت شويه، ولكن ديما كتشوفيني مهمومه فشلانه، ما كلتي ماشي هي هذيك، ما كنقدر ناكل ما والو، ديما فيا السخفه، ديما فيا الوجع ديال الراس. هزني راجل اختي داني للطبيب، قال لي ودي ما عندها حتى شي حاجه، عندها نقط بساطين، عطاني الدواء، ما كاين حتى شي حاجه زعما اللي غاف، بقاو عندي شويه الكالسيوم ناقص عطوني باش نعوضو. المهم شي حاجه اللي عاديه يقدر اي واحد يتصاب بها. بقيت هكاك حتى ولدت الاخت ديالي، درنا ليها السبوع. اختي كانت مزوجه بواحد الاردني، اختي لوسا كانت مزوجه بواحد الاردني، جات تحضر السبوع ديال خوها. المهم فاش جات لوسا اختي وشافتني عجبتها بزاف، كانت هذيك اول مره تعرف عليا انا، واخا كانت كتعرف اختي انا ما عمر صراحه ما تلاقيت انا وياها. وهاد الراجل كان عنده واحد خوه ما مزوج، وهاد لوسا اختي كانت عايشه في الاردن. صافي هي هذيك فاش شافوني عجبتها، واخا مريضه وملويه، المهم سبحان الله كل واحد كيفاش. قالت لي اودي انا لوسي من الصيني، باغي واحد المغربيه، وانا راه انت كتشوفي ما عنديش خواتاتي بنات. كانت هي في وسط ثلاثه ديال خوتها الكره، قالت لي وبنات عمي كلشي مزوجين، على البنات العائله كاينه اللي كتكمل قريتها، كاينه اللي مخطوبه. المهم قالت لي الا بغيتي تزوجي كاين واحد لوسي الله يعمر ليه الدار، راجل زوين وظريف وزعما حنين، وهادي وهادي من الاحسن الا بغيتي تزوجي انا نشوف لك معاه. قلت ليها ودي اش غادي نقول لك، انا دابا ما كنفكرش في الزواج. جات اختي قدرت فيا، قالت لي علاش ما كتفكرش في الزواج، سير اختي تزوجي وشوفي مستقبلك حتى انتيا. قلت لها وعدي نعيش في الاردن بحالك، وبقات كتضحك، بقيت كنضحك حتى هي بدات كتضحك معايا. قالت لي على مال الاردن فنه. ايوا قلت لها ما نعرف. المهم قلت لها ندوزوا لكل فهاد اختي ويكون خير. دوزنا السبوع، جاو الوالدين ديالي حضروا المهم داك السبوع العائله، هنا غادي يستغلوا الفرصه وبغاو يهضروا مع الوالد في الموضوع، ولكن ما خليتهمش. قلت لهم من بعد، قالك ما كاين ما من بعد اختي، زعما الصراحه هي اللي دارت فيا. قالت لي مالك باغا تقطعي رزقك بيدك، هضروا مع الوالد. الوالده الصراحه عجبهم الحال، لوسها ما كانش جا معاها. قلت لهم لوسي مزيان الله يعمر ليه الدار، جبت التليفونه بدات كتوريهم في التصاور. المهم الوالدين ديالي قالوا لي توكلي على الله، قالوا لي ودي لا بغا مرحبا، راكم عارفيننا فين ساكنين اجيو. ايوا مشيت انا مع والديا في حق الله، لوست اختي هي اللي غادي تجلس قابله. قالت لك انا عندي هنا 3 شهور، الا بغيتي تمشي بحالكم زعما غير سيري، بغيتي تجلسي انت جالسه.
ما انا شافني باغا نمشي بحالنا بحال قنط شويه وعييت. مشيت بحالتنا ما كاملاش حتى 22 يوم وهما يعيطوا علينا، قالك حنا رحنا غادي نجيو باش نخطبوا. الوالد ديالي قالك خليه يزيد باش شوفي الراجل بعدا مباشره وضري معاه ويكون خير. ايوا هي هذيك جا السيد، نتوما مال الخير ما خلاو ما جابوا. انا غير شفت السيد تصدمت، واش منك طوله، واش منك يا تجريده، واش منك يا عينين، واش منك يا بيض، واش منك يا شعر. المهم الراجل كيحمق بالزين. هذه راجلها زعما الصراحه يدير منه جوج. قالت لي لوسي غزال حسن كاع من راجلي، خدام على راسو بخيرو بخميرو، وما عندها لا لوسه لا جوزه لا حتى شي حاجه. عنده خواتاتو بجوج، مجوجين بجوج بيو في كندا، وكاين جوج البنات وجوج ديال الدراري. الدراري كل واحد دار وكل واحد مستقبل، والديهم بجوج ميتين. المهم كيف ما كيقولوا تزويجه من برا. صافي البنات في الاول بغيت اتفقوا على كل شيء، اتفقوا على العقد، على العرس، على الصداق، على كل شيء. درنا العرس نديرو في شهر 8، داك الوقيته كان شهر 4. قالك من هنا لشهر 8 تكوني وجدتي كل شيء، وديري بعين الاعتبار انني غادي نديك معايا، ديتيشي معايا في بلادك، خصك دابا تقولي لي شنو. قلت ليه موافقه، انا صراحه ما بغيتش نقول لا. هي هذيك فاش قرب ليا العرس وليت كنحس بشي اعراض اللي ماشي هما هذوك. ونزيدكم هذيك السيده كانوا شافوها الجيران حتى بابنا ما عرفناش شنو كانت كترش، وكانوا قالوا لها لينا الجيران وما تيقناهمش. انا الصراحه ما تيقتش، قلت انا زعما هذيك تجي من ديك البلاصه الفلانيه وتجي لدارنا حنا ترش لينا ايوا صافي. ولكن بصح يا البنات راه الناس اللي شافوها وقالوا لينا جات كترش شي حاجه، راه فعلا رشت علينا شي حاجه ومشات. ايوا ما جيت نوصل نهار العرس صافي حتى كنتهز من السما للارض، وكنضرب راسي في الحيط وكنقول لهم واك واك عباد الله، غير هاد الراجل اللي ما نتزوجش بيه، نتزوج بيه من هنا ونقتل راسي من ليه. صافي توصلت للموت. ايوا هي هذيك جابوا لي واحد الراقي بقى كيرقيني، ما خلاو ما داروا لي حتى تهدنت شويه. دوزنا داك العرس ب 66 كشفه. ايوا غير تزوجنا انا وياه، هزني داني عنده من الاردن مع هو. الصراحه كان شايف داكشي اللي وقع ليا وكان كيقول لي هذاك السحر، هذاك السحر اللي دار لك هكاك. صافي هزني داني وتهدد شويه كيف ما قلت لكم. عطاني داك الراقي واحد الزيت مرقي كنت كندهن به اللحم ديالي، كان الراجل قال له تبقى تقرا عليها الصوره كذا وكذا وكذا. عطاني واحد الماء قال لي بقاش ما بغي يكمل لك زيدي فيه. المهم الحمد لله لقيت شويه الراحه، غير دخلتني الراحه وانا عاوتاني نسمح بداك الشيء كامل. فولات كتجيني شي حاله لا تقولوا كنت كنضرب راسي مع الحيوط. الراجل ما يقدرش يهضر معايا، كنقول له بعد مني ما كنحملكش، بعد مني تصور لقيت راسي حامله. كنت باغا نشرب السم باش نطيح ديك الكرش، ما حملتش راسي نحمل. تصور مشيت عند الفرماسيان قلت ليه بغيت شي حاجه اللي تطيح الكرش، وانا ما عنديش ما في الوحش ديالي. وديك الفرماسياني صاحب راجلي، فاش كنا كنحتاجو هكا شي دواء وداك الشيء كنا كنمشيو انا وياه وصافي. يعني انا واخا الاردن صراحه جديده عليا وديك الشيء، الفرماسي اللي كنا كنمشيو له كان يقرب لينا. وفاش قلت ليه داك الهضره عيط الراجل وقالها له، قال لي مرتك شنو جات عندي؟ قالت لي ايوا جا ما خلاليش بالهضره. صافي تما الراجل بحال ولا كيبين معايا العين الحمراء. صافي ولا كيجيب لي فروقات ديما كيدور فيا كيسافر ليا كيجيب لي فروقات. صافي كنرتاح واحد الشهرين عاوتاني كنمرض 3 شهور، كنرتاح شهرين كنمرض 3 شهور، وهذه هي الحاله ديالي. اما نعاسي ما هو نعاس، ماكلتي ما هي ماكله. البنات ما نكذبش عليكم، حتى راجلي امورو تعكست بسببي انايا، ولا كيسمح في خدمته ومقابلني انايا. اما لوستختي بحال تحشمت ديك التزويجه، وكانت كتجي عندي وكتقول لها صاحبتي ديري عقلك، انا زوجتك بلوزي زعما كنت كنقول انت بعقلك تاع انت صدقتي وحده مفروحه. كنقول لها اختي واش انا لخاطري؟ راه والله ما لخاطري. كانت كتقول لي شوفي انت راه غير الشيطان غالبك وصافي، وما بغاكش تعيشي في الخمير، قري القران وديري الرقيه ديالك الشرعيه، راه الرجال راه يصبر معاك هذا العام العام الجاي، مورا راه ما غاديش يصبروا خا تولي له الحسن والحسين. المهم كانت دائما كدور فيا بحال هكا وكتقول لي انا علاش الشيطان، وعيشي وخلي راجلك يعيش في راحته. صافي البنات بقيت هكاك واحد المده وانا مخرجه مسكين معي الليبره مدخله معي المخيط، كان كيعيا يعيا يعيا بدا حتى اللي كيجلس ويبقى يبكي بحال المرا. كان كيقول لي انا الصراحه ما نقدرش نفوتك وما نقدرش نتخلى عليك، ولكن هادشي اللي كديري انا مرا ما عاجبنيش. ولدت ولدي الاول، ما ولد داك الولد حتى غفر ليه الله. كنت معذبه في كرشي فاش كنت كنطيح وكنقدل تخ، كانوا كيقولوا هاد الدري ما غادي يخرج معوق ولا طرش ولا عمى بقوه ديك التيخ ولا راه غادي يموت لها في الكرش، ولكن العمر طويله. صافي وليت اختكم فين ما يجي ديك الوقيته اللي ترش ليا ديك الماء، يعني نقدروا نقولوا من العام للعام كينوض فيا ديك الهبال، لدرجه وليت كنقطع حوايجي. راه الا ما سدش عليا راجلي الباب بالسوارت راه نقدر ندير شي فضيحه في راسي. كان كيجيب لي واحد الراقي وكان بعيد علينا، وداك الراقي مسكين كان توفى. صافي انا بغيت نهبل، ما خلا هاد راجلي
ما دار ليا، ما خلى ما دار. ايوا هي هذيك حتى تلقى مع واحد السيد كان كيعرفو، قال ليها ودي خويا شنو غادي نقول لك. كان سولو قال له صاحبي بنتي ليا مبدل، الرجال راهم كيتزوجوا تبارك الله مغربيات وكيتنوروا وكهذا، هذاك اردني. قال لي شنو غادي نقول لك اخويا، انا راه مرتي مزيانه وزوينه وظريفه وحنينه وما خصي معاها حتى شي خير معاها. هو قال لي ياك مالها ياك ما لقيتيش ديك المغربيه كيف ما كنتي كتمناها. قال لي ودي كلشي كاين، حاجه اللي ما كايناش هي هادي وهادي وهادي. قال لي كيفاش؟ قال لي كيف ما سمعتي، انا مرتي مسكينه باش كتعاني باش كتعاني. بقى هذاك غير كيسود حدد هادشي كيعاودوا لي راجلي من بعد بطبيعه الحال غادي يجلس يعاود لي شنو كاين. قال لها ودي راه انا شنو عندي شنو عندي، والمشكل اللي عندي مع مراتي. قال لي ربما مرتك راه ملبوسه من الجن ولا فيها السحر ولا. قال لها ودي داكشي اللي كاين وها ما وقع ليها وها كيفاش، وراه شفت ليها شحال من راقي، والراقي اللي كنت متبع لها عنده وكيجيب عليه الله يعفو راه شنو كيفاش. قال لي ولا قلت لك عندي الحل واش تقدر زعما ديرو. قال لها ودي انا دابا راني كنقلب غير الحل، عطيني اخويا انا راه اي حاجه كيقولوها ليا كنديرها، انا بغيت نعيش غير مرتاح، مراتي ماشي لخاطرها، وكا كانت جات لخاطرها اهي بقى فيا الحل. ولكن انا عارفه بنت الناس مي كيحيد عليها داك الشيء راها مزيانه، ولكن السيده ملي كيوقع ليها داك المشكل عاوتاني كتولي اكثر من الاول. قال لها سيدي عليك بالفوانيه. قال لي كيفاش؟ قال لي الفوانيه راها موجوده وكاينه مع هما، هذه معروفه عندهم تما في الاردن كاينه وموجوده زعما بكثره. قال لي عليك بالفوانيه. قال لي اوكي غادي ندير انا لهاد الفوانيه. قال لي ودي غتشدها وغادي كل ليله غادي تبخر ليها بها، ولكن قبل ما تبخر ليها بها غادي تقرا عليها شويه القران وضروري دير هاد الطقوس هادو. قالوا لي هما قال لي خصك ضروري تبخر ليها وبخر ليها في الفاخر يعني المجمر. قال لي دير الفاخر وتبخر ليها بالفاخر يعني بدك الفحم، هما كيقولوا له الفحم. قال لي ضروري دير لها الفحم يعني ماشي تبخر ليها غير هكا في المبخره ديال الضو، لا خصها الفحم ضروري تشعل الفحم حتى يشعل وتبخر ليها به، ولكن قبل ما تبخر ليها به ضروري ما دير لها التصحصين، خصك يقدر توقع ليها اي حاجه. قال لي وفاش تكون كتبخر ليها خص ما يكون معها حتى شي واحد في البيت من غيرك انت وياه الا ما كنتيش تخاف. قال لي وتبع ليها وغادي ترد عليا. ايوا هادشي كيعاودوا ليا راجلي من بعد ما الحمد لله ربي جاب العفو، كان كيعاود ليا كيفاش قال لي داك السيد. ايوا راجلي داك النهار هذاك جا وجاب معاه ديك الفوانيه، انا ماشي فاهمه والو، خير انا شفت راجلي وانا بديت نموت. قلت لي شنو هاز معاك؟ كيبان لي بحال شي جن. قال لي كيفاش شنو هاز معايا؟ راجلي مسكين هاز داك الفوانيه دايره في جيبو وما عارفش اصلا راسو نسى، بقى عليا المراني لي الشيطان يعني انا ما هز معايا والو. هو كيهضرب الاردني يعني انا كنعاود لكم الدارجه. قلت ليه لا هز معاك شي حاجه كتبان لي ماشي انت هو انت. قال لي انا جي اجي قلبين انا ما هز معايا والو. بدا كيقلب في جويابو ويش لقاها، فاش لقاها بغى يخرج يدو من جيب ولا رجعو. قال لي شتي اش غادي ديري؟ هاتي هاتي جلسي وانا غادي نشرح لك. قلت ليه ما عندك ما تشرح ليا، بديت كنغوت هادشي راني عاقله عليه بحال دابا. صافي في الاخر غادي يجبدها غادي يوريهاني. أيا وراني بديت كنغوت حتى طحت، مشيت صافي غيبت، عيطت لمرت خوه اللي هي لوست ختي، قال ليها لحقيني. جات مرت خوه قالت ليه السيد، قال ليها شنو، قالت لي شنو كاين؟ قال ليها السيدة ها شنو وقع لي معاها، شنو وقع معاها؟ راه جبت ليها الفوانية. قالت لي شنو هي هاد الفوانية؟ حتى هي ما كانتش عارفاها. قال ليها الفوانية هي هادي، وراها ليها. المهم بقاو كيفيقوني، ما خلاو دارو لي السوارت، لبس لها الريحه، دارت لي جميع انواع داكشي اللي كنفيقو به حنا في المغرب، والو ما بغيتش نفيق. شويه بدا كيقرا عليا راجل القران، قال هذاك مرت خوه عافاك سيري الى عندك الفحم في الدار جيبيه ليا. مع هاد لوست ختي كانت ساكنه غير تما غير في داك البلاصه اللي ساكنه فيها انا يعني قرابين علينا شي علاش، هي جات عندي بالحوايج ديال الدار، مشات كتجري للدار مع راجلها كيدير داكشي ديال الشيشه يعني كيكمي الشيشه، هاد راجلي ما كيديرش الشيشه، جاب داك الفحم ديال الشيشه وجات. قال ليها صاوبيه زنديه مزيان وجيبيه، زندت دوك الفاخرات مزيان. انا كنت داك الساعه يلاه كنحاول نساعد الوعي ديالي، ولكن كنسمع الهضره ديالهم ولكن ما كنفرزهاش. المهم ما بينو وبين ايوا قال ليها شتي شنو، حطي لي هاد الشينه وسيري خرجي بحالك. قالت ليه علاش؟ قال ليها خلي حطي لي هاد الشينه وسيري خرجي بحالك. ايوا صافي ناض راجلي شنو دار، ما ضربتنيش، شد ليا يديا وشد ليا رجليا، وقبل ما يدير ديك الفوانيه بدا كيقرا عليا القران. قرا 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 داكشي اللي قد عليه، هو ماشي بالضروره تقرا شي ايات معينه ولكن قرا القران اللي حافظ. صافي وبدا كيدير ديك الفوانيه، هو كيديرها وانايا كنزكي
كنغوت كيعاود لي راجلي قال لي كنتي كترفعي بالسما الارض بالسما الارض قال لي كنتي كديري بحال الحنش اللي مقطع له الراس صافي. اما لوس اختي كتسمع غير الغوات كتبغي تدخل كيقول لها الا بغيتي ما تضريش راسك سيري بحالك. وكان جابت معاها واحد ولدها صغير قال لها سيري حيدي ولدك وسيري بحالك. مسكينه خافت على ولدها هزت ولدها ومشات بحالاتها. اما انا راجلي صرحني ديك الليله كل ليله كيدير ليا الفوانيه كل ليله كل ليله كل ليله ما كاينش شي ليله ما كيديرهاش حتى كيربطني وكيربطني مزيان كيقرا عليا القران. وانا كنغوت وليت كنهضر وكنقول شي حوايج. هضرت بالاسم ديال ديك السيده اللي دارت لي السحور وعاودت الديسك ديال حياتي كامل فوقاش دار لي السحور وامتى وديك الشيء اللي كان كيترش لي راه في صاكي داك الشيء هذاك المانع هذاك. المهم كون بقيت انا في ديك الجنه داك البنات كون راني مع شنو وقع لي في حياتي. ونزيدكم مورا الولد اللي ولدت ترى جوج الكروش اللي طيحت. المهم هي هذيك الحمد لله كل ليله كل ليله ظرف الشهر هو متبع لي داك الشيء الشهر حتى الحمد لله بدا كيمشي لي داك الشيء تدريجيا والحمد لله. من بعد ما كملت العام تحيد عليا داكشي ولكن كل ليله ما كاينش الليله راجلي اللي ما كيديرليش الفوانيه كل ليله كيديرها ليا حتى كيخليني كنطلع حتى للسما وكنزل الارض عرفتو لحد الان مازال لحد الساعه. راني والده دابا وليد وجوج بنيتات الحمد لله واخا باقي داك الاعراض كيجوني مره ولكن غير كنشوف راسي تزيرت ولا وقعت في شي مشكل كنمشي كنبخر انا دابا راسي كنبخر بها كنقرا على راسي القران وكنبخر بالفوانيه الحمد لله بحال الرحمه ديال الله. وبغيت اختي امينه هاد النصيحه اللي غادي نعطي للبنات غير يدعوا معايا ما بغيت منهم حتى شي حاجه راه بفضل الله. ثم ديك الفوانيه اللي قال لنا عليها صاحب راجل الله يرحم ليه الوالدين والله يسهل عليه انا ولات حياتي مقاده وربي فعليا والحمد لله ما بقيتش كيف ما النهار الاول كنت البنات غادي نهبل غادي نتسطى. راه ما بغيتش اختي امينه نعاود لك التفاصيل شنو كان كيوقع لي حيت بزاف ديال البنات كيخافوا راه راجلي ولا مؤخرا مسكين ولا كيخاف مني قبل ما يدير لي ديك الفوانيه ولكن من بعد قصح قلبه معايا الحمد لله بفضل الله وفضل داك الفوانيه وراجلي الاردني والله يعطيه صحيحته الحمد لله تنيت ودابا عفا عليا الله وراني مزيانه. واي وحده ربي ابتلاها بالجن بالسحر بالعين بالحسد دير هاد الفوانيه هادي. اكيد اختي امينه بزاف ديال البنات غادي يتسالوا يقول لك شنو هي هاد الفوانيه. اختي امينه ما عرفناها شنو هي. انا اختي غادي نقول لك شنو هي الفوانيه. الفوانيه فاش قلبنا حنا عليها في المغرب حيت اي وحده كنتلاقاها كنقول لها ها شنو هذيك الفوانيه هي عود الصليب كيقولوا له عود الصليب في المغربيه بالمغربيه هو غالي شويه ولكن داك الحر داك المزيان عاد تمشي عند العطار قول له يعطيك الفوانيه او عود الصليب تبخري به الا كان عندك مشكل كبير ولا تبقاي تهزيه معاك في جيبك راه تهزيه معاك راه مخير القبول بزاف ديال الحوايج الحمد لله ما كنحيدوش انا من بسطامي بصفه نهائيه ديما عندي في البسطوم ديالي. وهادشي اللي كان اختي امينه وهذه هي القصه ديالي اللي فيها بزاف ديال العبر. انا حاليا راني مازال مع راجلي في الاردن كنجيو جوج مرات حتى ثلاثه المرات في العام كنزورو الاهل والاصحاب الحمد لله والاقارب والحمد لله دابا عفا عليا الله راني مزيانه بيا بوليداتي ما عندنا حتى شي مشكل. وبغيت ربي اختي يسهل عليك الا ما حط البنات هاد القصه بغيتهم يستافدوا منها. حاجه وحده اللي بغيت نسولكم عليها البنات انا دابا قلت لراجلي بغيت نرجع بحالاتي للمغرب ونستقر تما. هو كيقول لي انا عندي خدمتي هنا ما نقدرش نسمح انا في خدمتي وفي المسائل ديالي وفي الامور ديالي ونمشي انا للمغرب. مع العلم انا راجلي شاري لي الدار في المغرب شاري الدار مسكين ديال السكن الاقتصادي وصافي ولكن الحمد لله ضمنت بعدا واحد الدويره ملي كنجي انا للمغرب كنمشي لدويرتي زعما ما كنبغيش تقل على والدي. واخا حتى هما الصراحه الحاله الماديه ديالهم تحسنت ما بقاوش كيف ما كانوا شحال هادي يعني خوتي خدامين كيصرفوا خويا اللي في اوروبا فلوسو كامله كتمشي لتما للمغرب خويا الاخر حتى هو مسكين كيصرف خويا الكبير مازال بلا زواج لحد الان ما عرفناش مالو مسكين عييت فيه يدير هاد الفوانيه ولكن هو ما كيامنش بداك الشيء وما كيثقش وكيقول لك هادشي غير خزعبيلات. المهم ما تشد ليش انا باش ندير له انا هاد الوصفه ولكن الله يعفو عليه. كنتمنى ان شاء الله هاد المره حنا غادي نتلاقاو في الصيف في المغرب وغادي نديها معايا بكثره حيت انا عندنا الحره وان شاء الله نديرها لخويا على الله على الله ربي يفك سراحو حتى هو يتزوج. وكنظن الله اعلم الا ما خافتش نكد داك بنت الحرام اللي كنوقع ليه وقع ليه معها المشكل شحال هادي هي اللي راه دارت له شي حاجه. حنا سعدنا في البشر وهادشي اللي كان اختي امينه وكنتمنى تنصحوني واش نجلس بحالتي هنا في الاردن. مع العلم عايشه بخير وعلى خير معززه مكرمه غير انا كنحس بالغربه وصافي هذا ما كان. شكرا لك اختي امينه شكرا للجميع وبسلام عليكم.
وهادشي اللي كان اختي انا نصيحتي جلسي مع راجلك فين كاين دابا، حتى الاردن تكون زوينه بما الى بطبيعه الحال، وعندك دويرتك في المغرب ما تسقط اجي ليها جلسي شهر شهرين 3 شهور وجي عند راجلك. نصيحتي والديك خليهم ساكن الله يسهل عليهم والله يرزقهم. وهذا الشيء اللي كان اختي كنشكرك بزاف. فبالنسبه للبنات الفوانيه غادي نعاود لكم، نعاود نقول لكم هي العود الصليب راه كاين قالك عند العطاره. انا دعوت الصليب صراحه كانوا قالوا لي عليه شحال هذه، كنت جيتو من الدار البيضاء زوين العكوسات بزاف ديال الحوايج الا كانوا واقعين لك خايبين في حياتك، مثلا الا كان عندك شي عكس في شي حاجه، عندك واحد المحل ما عندكش البيع والشراء، كانت سمعت بيه وصراحه كنا جبناه حنايا على حسب المشكل اللي كان عندي ديال المرض في الوالده. فالبنات انا ما كنتبعش، هذا هو المشكل اللي عندي كندير وما كنتبعش. كنت جيتو على واحد السيد كان كيدير له 300 ريال، ولكن واش الحر ولا ماشي الحر الله اعلم. فالبنات كنتمنى ان شاء الله تكون هذه القصه فاتكم، ولا شتوني كنضرب معكم حتى انا حتى ما راكم نوصل لكم عبره واستفاده. فالله يجازيكم بخير لما جيموكم ونطرو بارطاجيو باش يتعم الفائده ويلتحقوا بينا ناس زوينين بحالكم. وهنا كنقول لكم الى ان القاكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.